أقام قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات حلقات نقاشية تناولت مواضيع مشاريع التخرج، واستعرض الطلبة أهم ما أنجزوه في مشاريعهم من أجهزة روبوت متطورة وأجهزة إلكترونية تحاكي وتخدم الواقع. في نهاية العام طلاب السنة الخامسة بيتوجوا دراستهم بمشروع التخرج اللي بيستعرضوا فيه مجموعة من الأفكار القابلة للتحقيق، مجموعة من الأفكار العلمية طبعا القابلة للتحقيق في بعض المجالات، واللي بتعبر عن مدى فهمهم للمقررات اللي أخذوها وكيفية التطبيق العملي لهذه المقررات. طبعا احنا بنلاحظ انه الفرحة بعيون الطلاب، الفرحة في عيون أهالي الطلاب بنهاية مشوار صعب على كلا الطرفين، اللي هو مشوار دراسة وانتقال إلى حياة عملية جديدة. مشاريع مختلفة المستويات كلها تعتبر فوق الجيد جدا، تمام، أكثر عملي مثل ما عمال يشوفوا بالتصوير تطبيقي، زملاء مهتمين بالتنفيذ العملي. نحن قسم طبيعته عملية، تمام، بهمنا المشاريع اللي بتتنفذ اللي بتشتغل. هذا روبوت حاليا بده يمشي على عدة مسارات وياخذ عدة اتجاهات. طلاب قاموا بتنفيذ عمليات التدريب كيف بتتم لهذا الروبوت، كيف ياخذ مسار محدد اللون الى اخره، كيف بيخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف بيخدم في المناطق الصناعية، كيف بيخدم، يعني له العديد من التطبيقات. مستخدمين حساس البصمة، مستخدمين متحكم نود ام سي يو في وحدة اي اس بي 8266، في بقلبها واي فاي كلاينت مشان تتصل مع الانترنت وتبعث لي البيانات على السيرفر، او كمان في عندي وحدة بلوتوس HC05 كمان مشان يبعث للمتحكم بيانات وتبعتهم على الجوجل شيت اللي هو منصة الانترنت. مشروعنا كان هو عبارة عن نظام إلكتروني بيتحسس للكوارث الطبيعية مثل الزلازل، بيقيس الزلازل وكمان شدة الحرائق وإذا كان في حرائق أو لا، وبالإضافة لأنه يقيس منسوب الأمطار وإذا في فيضانات أو لا. ونظامنا كانت فكرته الأساسية هو الربط عبر شريحة الانترنت على الواي فاي لحتى نحن مستقبلا نطوره ويبعث رسائل تحذيريه للعالم لما بصير عندي كوارث. يعني نحن بدل ما نعتمد على المواطنين انه يخبروا بعضهم والله في عنا فيضان او في عنا شيء ثاني، فنحن ربطنا هاي المواضيع بالاعلانات الطرقيه من خلال شاشات. اضافه الى مناقشتهم المشاكل التي واجهتهم وتقديم الاقتراحات من قبل اساتذه القسم لحلها، وتنوعت المشاريع المقدمه من قبل الطلبه في عدة تخصصات، ومنها ما هو داخل في خدمة المجتمع وممكن تحويلها إلى مشاريع عملية. هذه المشاريع وغيرها من الدراسات التي يقدمها الطلبة السوريين من شأنها أن تطور خطوط الإنتاج الصناعي وتدخل سوق العمل لتطور ولتثمر العملية الإنتاجية في المستقبل.